بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلاتك وصلات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأميك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه الله وابعثه مقاما محمودا يربطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، صل على محمد وآله واغفر هاني يا سيدنا، توجهوا بك وبأهل بيتك يا الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، وصل اللهم على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.